بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة للعلامة الخوارزمي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى في الباب الأربعين: قال محمد بن عبد الباقي ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ربيع بن ثابت بن واب بن مشجعة أو بن مشجعة بن الحارث بن عبد الله ابن كعب بن مالك الأنصاري، أحد الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله. قال: أحد الثلاثة الذين خلفوا، أو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر المعروف بقاضي مارستان، صاحب المسند الخمس من مسانيد أبي حنيفة الذي ذكرناه في أول الكتاب. قال الحافظ ابن النجار في تاريخ المذيلي على تاريخ الخطيب بعدما ذكر نسبه كما ذكرناه: هكذا رأيت نسبه بخط يده. قال: وقال بكره هكذا، او بكر ابوه في سماع الحديث، فسمع من وقال بكره ابوه. بكر أبوه في سماع الحديث، بكر أبوه. نعم، وقال بكره ابوه في سماع الحديث، سمع من ابي اسحاق ابراهيم بن عمر البرمكي واقيل بالحسن علي بن عمر وابي محمد الحسن بن علي الجوهري والقاضي ابي الطيب الطبري وابي طالب العشاري وبالحسن علي بن ابراهيم بن عيسى الباقلاني وابي القاسم عمر بن الحسين الخفاف وابي الحسين محمد بن احمد النرسي وابي الحسن علي بن الحسين بن غالب ابن المبارك وابي الحسين محمد بن احمد الابنوسي وابي الحسن علي بن ابي طالب المكي وابي الفضل هبه الله بن احمد بن المامون. قال ابن النجار: فهؤلاء تفرد بالروايه عنهم. قال: فهؤلاء تفرد بالروايه عنهم. قال: وسمع ايضا بنفسه القاضي ابا يعلى بن الفراء وابا جعفر بن مسلمه وابا الحسين بن المهتدي بالله وابا العلي والشاع وابا الغنائم ابن المهاجر وابا محمد الصيرفيني وابا الحسين بن النقوري وابا القاسم علي بن احمد بن ابكري ابن اكبري وعبد العزيز بن علي الماطي وعبد الله بن الحسين الخلال وابا المظفر هناد بن ابراهيم النسبي وجماعه كثيره وتفقه في صباح على القاضي ابي يعلى بن الفراء وشهد عند قاضي القضاة ابي الحسن علي بن محمد الدمغاني سنه 94 و400، فقبل شهادته وحجه وسمع بمكة أبا معشر عبد الكريم بن عبد الصمد المقري ابن عبد الصمد المقري وأبا الحسن علي بن المفرج، وتوجه من مكة إلى مصر وسمع بأبا إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال. قال الحافظ ابن النجار: وكان له إجازة من أبي القاسم علي بن محسن التنوخي وأبي الفتح بن شيطة أو بن شيطة وأبي عبد الله القضاعي المصري صاحب الشياب وعمر حتى صارت الرحلة إليه. يقول أضعف عباد الله: وقد حدثني جماعة من المشايخ بمكة ومصر والشام والعراق عن المشايخ معا، وسمعت جزء الأنصاري على قريب من 20 شيخا بالشام والعراق، وهم رووا عن المشايخ عن الشيخ أبي بكر محمد بن عبد الباقي رحمه الله، وهو جمع مسند لأبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما ذكرناه في أول الكتاب. قال الحافظ ابن النجاري: وقد برع في علم الفرائض والحساب والهندسة، وله فيها مصنفات وتخريجات ومؤلفات. قال: وحدثني عنه أبو الفرج بن الجوزي وعبد الله بن علي والقاضي أبو الفتح محمد بن أحمد المائدائي والواسطي وعبد العزيز بن الأخبر وعبد الخالق بن هبة الله بن البنداري وابو علي بن القاسم بن الحريف وابو الحريف وابو طالب بن ابي القاسم بن معطوش وسعيد بن محمد بن عطاف وعمر بن محمد بن طبرزد وعبد الملك بن مهاب السلمي او السلمي وابو القاسم بن طلاب بن الحسن بن المظفر السبط وعبد العزيز بن معالي بن منينة في جماعة كثيرة. قال رواه الحافظ بن النجار حكي عن النبي سعيد السمعاني في كلام طويل، وسالته يعني القاضي ابا بكر محمد بن عبد الباقي عن مولوده، فقال: يوم الثلاثاء 10 صفر سنه 42 و400 بالكرخ، وتوفي يوم الاربعاء قبل الظهر الثاني من رجب سنة 35 و500، وصلي عليه بجامع المنصور ودفن بمقابر باب حرب بجنب والده، وأوصى أن يكتب على لوح قبره: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قال الحافظ ابن النجار: وكانت له عاقبة حسنة، بقي 3 أيام لا يفتر عن قراءة القرآن ثم توفي رحمه الله. قال الحافظ ابن النجار حكي عن خطه بالفضل بن ناصر أنه آخر من حدث عن أبي إسحاق البرمكي وأبي الحسن الباقلاني وأبي الحسن البرمكي والقاضي أبي الطيب الطبري وغيره من الشيوخ. قال: وعمر 94 سنة ممتعا بسمعه وبصره وسائر حواسه. يقول أضعف عباد الله: وقد ذكرت طريق إسنادي في المسند الذي جمعه، وهو الخامس من هذه المسانيد. ثم قال رحمه الله تعالى: إيش فيه؟
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر من بعده من المشايخ رحمهم الله: محمد بن ابراهيم بن يحيى بن اسحاق بن زياد بن ابو بكر من قريب. قال الخطيب في تاريخه: يقال ان اصله من مروي الرود. سمع مسلم ابن ابراهيم ابو الوليد الطيالسي وابا عمرو الحوضي ونظراءهم، وروى عنه موسى بن هارون وعبد الله بن محمد البغوي وابو عبد الله الحليمي. قال: توفي سنه 76 و200. ثم قال محمد بن ابراهيم بن احمد بن صالح بن دينار البغوي: ابو الحسن المعروف بابن حبيش، لأن جده أحمد بن صالح يلقب حبيشا. قال الخطيب: حدث عن محمد بن شجاع التلجي وعباس الدوري وابراهيم بن عبد الله القصار. روى عنه أبو الحسن الدارقطني وجماعة. قال الخطيب: قال: ولدت يوم الجمعة ل90 بقين من شعبان سنة 52 و200. قال: توفي سنة 38 و300 رحمه الله تعالى. ثم قال: محمد بن إبراهيم بن زياد بن عبد الله أبو عبد الله الطيالسي الرازي. قال الخطيب في تاريخه: كان جوالا، حدث ببغداد ومصر وطرسوس، وسكن قرميسين او قرميسين، وعمر عمر عمرا طويلا، وكان يحدث عن ابراهيم بن موسى الفراء ويحيى بن معين وعبيد الله بن عمر القواريري وغيرهم. قال: وروى عنه يحيى بن سعد ومكرم بن احمد القاضي وابو بكر بن جعاني وفي اخرين. قال الخطيب: وكان حيا سنه 13 و300 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن الوليد بن ابان ابن حيان ابو الحسن عقيل المصري. قال الخطيب: قدم بغداد وحدث عن بها عن نعيم بن حماد وهاني بن المتوكل وهشام بن عمار وهشام بن خالد. وروى عنه محمد بن حسين بن حميد بن الربيع اللقمي واحمد بن الفضل بن خزيمه كاتب واسماعيل بن علي خطبي. قال ثم قال محمد بن حسين بن عبد الله ابو بكر الاجوري البغدادي. قال رحمه الله تعالى: قال الخطيب في تاريخ: سمع ابا مسلم الكندي وابا شعيب الحراني واحمد بن يحيى الحلواني وجعفر بن محمد الفريابي وخلقا من القران، وكان ثقه صدوقا وله تصانيف كثيره. وحدث ببغداد قبل سنه 30 و300، ثم انتقل الى مكه فسكن حتى توفي بها في محرم سنه 60 و300 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن احمد بن عيسى بن عبدك الرازي رحمه الله: قال الخطيب في تاريخ: سكن بغداد وحدث بها عن محمد بن ايوب الرازي وعمرو بن تميم، وحدث عنه الدارقطني. وقال الخطيب: وكان ثقه توفي في جمادى الاولى سنه 48 و300 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن احمد بن موسى ابو بكر العصفوري. قال الخطيب في تاريخه: سمع الحسن بن عرفه وسعدان بن نصر واحمد بن منصور الرماديه، وروى عنه ابو احمد محمد بن محمد بن احمد النيسابوري وغيره. ثم قال محمد بن احمد بن حامد الكندي البخاري. قال الخطيب في تاريخه بسنده عن محمد بن سليمان الحافظ البخاري: ان محمد بن احمد بن حامد الكندي البخاري سكن بغداد وحدث بها في سنه 93 و200. ثم قال محمد بن احمد بن محمد بن احمد بابو الحسن بزاز معروف بن رزقوي. قال الخطيب في تاريخ: سمع اسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن عمرو الرزاز وابن العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري. قال الخطيب: وكتبت عنه وهو اول شيخ كتبت عنه امراه. قال: وكانت وفاته سنه 12 و400. ثم قال محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله الخطيب بجامع المنصور. الخطيب بجامع المنصور. قال الخطيب في تاريخه: كتب عنه وسالته عن مولده فقال: في سنة 84 و300 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن احمد بن ابي العوام بن يزيد بن دينان ابو بكر رياحي التميمي. قال الخطيب في تاريخ: سمع يزيد بن هارون وعبد الله بن عطاين، وروى عنه ابو العباس بن عقده الكوفي والقاضي ابو عبد الله المحاملي. قال: توفي سنه 96 و200 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن احمد بن محمد بن صاعد قاضي قضاه نيسابور. قال الحافظ ابن النجاري في تاريخه: هو ابو سعيد بن ابي نصر الصاعدي. سمع اباه وابا نصر وعماه وابا سعيد يحيى بن محمد بن يحيى بن محمد بن صاعد، وروى عنه من اهل بغداد عبد الوهاب بن مبارك الماطي وابو الفضل عبد الملك بن علي بن يوسف ابن يوسف ومحمد بن ناصر. قدم حاجا سنه 3500 وتوفي بنيسابوره سنه 27 و500. ثم قال محمد بن احمد بن يعقوب ابن شيبه بن الصلت: سمع جده يعقوب ومحمد بن شجاع الثلجي، وروى عنه طلحه بن محمد بن جعفر الشاهد وكذا ذكره الخطيب في تاريخه. فقال: توفي سنه 32 و300. ثم قال محمد بن احمد بن حماد ابو العباس الاثرم المقرئ. قال الخطيب في تاريخه: سمع الحسن بن عرفه وحميد بن الربيع وعمر بن شبه قال وغيرهم هكذا، وعمر بن شبه او عمر وعمر بن شبه وغيرهم. قال: وحدث عنه محمد بن مضفر محمد بن مضفر الحافظ واحمد بن ابراهيم بن شاذانه وابو الحسن الدارقطني. قال: توفي اثر من سنه 36 و300 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن ابراهيم المعروف ابوه بابن راهويه، ولد بمر ونشا بنيسابور. قال الخطيب في تاريخه: كتب ببلاد خراسان والعراق والحجاز والشام ومصر، وسمع اباه اسحاق بن راهويه وعلي بن حوجر واحمد بن حنبل وعلي بن المديني وجماعه رضي الله عنهم. قال الخطيب: قتله القرامطه مرجعه من الحج سنه 40 و90 و200 رحمه الله تعالى. يقول بعض عباد الله: هو ممن يروي ويروى عنه في هذه المسانيد. ثم قال محمد بن اسحاق بن محمد بن عيسى ابو بكر التمار يعرف بابن حضرون ويقال بابن ابي خضرون. قال الخطيب في تاريخه: حدث عن علي بن حرب الموصلي وعباس بن عبد الله، روى عنه محمد بن الحسن بن سليمان البزار. قال الخطيب: توفي اخر ذي الحجه سنه 33 و300 وكان ثقه. الصوت واضح شيخنا؟
الصوت واضح شيخنا؟ نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن الطارق بن الطارق أبو بكر قطيعي الناقد. قال الخطيب بتاريخ سمع محمد بن محمد بن سليمان الباغندي أو الباغندي، وأبو بكر ابن أبي داود السجستاني، وعبد الله بن محمد البغوي، ويحيى بن محمد بن صاعد وجماعة. قال: توفي سنة 78 و300 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري صاحب الصحيح. قال الخطيب بتاريخه بعدما ذكر ترجمته وبلغ فيها: توفي أبو عبد الله ليلة السبت ليلة الفطر سنة 56 و200 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ابن سائب بن عبيد الله ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاجر بن المطلب بن عبد مناف. أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ورضي عنه، فضائله أجل من أن تحصى ومستغني عن التعريف. قال الخطيب بتاريخه: ولد الشافعي سنة 50 و100، ومات في آخر يوم من رجب سنة 40 و200، وعاش 54 سنة. ثم قال محمد بن بوكير بن محمد بن بوكير بن واصل أبو الحسين الحضرمي. قال الخطيب: سمع محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ومحمد بن يزيد المحاربي. قال الخطيب: مات في شوال سنة 62 و200 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن حسن بن علي بن حمد البخاري أبو بكر. قال الخطيب في تاريخه: قادم بغداد حاجا سنة 90 و300، وحدث بها عن عبد الله بن يحيى السرخسي، وروى عنه علي بن عمر بن محمد السكري، روى عنه خطيب. وقال: حدثنا عن جدي عن ابي بكر محمد بن حسن بن علي بن حامد البخاري عن عبد الله بن يحيى السرخسي عن حسين بن مبارك عن اسماعيل بن عياش عن ابي حنيفه عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال محمد بن حسن بن فرج ابو بكر مقرن مؤذن وانباري سكن بغداد. وقال الخطيب في تاريخه: حدث به عن احمد بن عبد الله النرسي وعبد الله بن حسن الهاشمي وجماعه سماهم. وقال وروى عنه محمد بن اسماعيل الوراق وعلي بن محمد. قال: وعلي بن محمد بن علويه الجوهري وجماعه رحمهم الله تعالى. ثم قال محمد بن حسن بن علي بن محمد بن عيسى بن يقطين ابو جعفر اليقطيني. قال الخطيب في تاريخ: سمع ابا خليفه الفضل بن الحباب الجمحي والحسين بن عمر بن ابي الاحوص الكوفي وابا يعلى احمد بن علي بن الموصلي وجماعه سماهم. قال: وقد كان سافر وكتب بالجزيره والشام وغيرهما. روى عنه ابو نعيم الاصفهاني وعلي بن محمد بن عبد الله الحداد. قال: توفي اليقطيني يوم الاربعاء سنه يوم الاربعاء الرابع عشر من ربيع الاخر سنه 67 و300 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن حسين بن حفص بن عمرو بن ابو جعفر القثعمي الاشناني الكوفي. قال الخطيب بتاريخ قديم بغداد وحدث بها عن عباد بن يعقوب وعباد بن احمد العرزمي وابي كريم محمد بن علاء وجماعه. قال: وروى عنه محمد بن محمد بن سليمان الباغندي والقاضي وعبد الله المحامري ومحمد بن عمر الجعابي ومحمد بن مظفر الحافظ. قال: مات ابو جعفر القثعمي سنه 15 و300 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن حسين بن علي بن حمدون البغدادي البعقوبي من اهل بعقوبه. قال الخطيب: ولي قضاء ببعقوبه او ولي قضاء بعقوبه وولي حسبه بغداد، وكتبت عنه في سنه 90 في سنه 29 و400 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن حسين بن محمود بن محمد بن مخالف بن احمد ابو يعلى المعروف المعروف بن فضائل القاضي. قال الخطيب: كان احد الفقهاء الحنابله وله تصانيف على مذهب احمد بن حنبل، ودرس وافتى سنين كثيره، وشهد عند قاضي القضاه ابي عبد الله الدمغاني فقبل شهادته، وولى النظر في الحكم بحريم في الحكم بحريم دار الخلافه وولي النظر في الحكم بحريم دار الخلافه. وحدث عن ابي القاسم بن حبابه وعبد الله بن احمد بن مالك بن البيع وعلي بن عمر الحربي وجماعه. قال خطيبه: كان ثقه، وقال: وكان يقول ابو الحسن المحاملي: ما يحاضرنا احد من الحنابله اعقل من ابي يعلى بن الفراء. قال: وسالت عن مولده، قال: فقال: ولدت ل27 او 28 ليله خلت من المحرم سنة 80 و300، ومات ليلة 2 ودفن يوم الاثنين 29 من شهر رمضان سنة 58 و400 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن خلف بن أبو عبد الله التميمي. قال الخطيب: هو من شيوخ محمد بن وقدين، وذكر ابن وقدين في تاريخه أنه توفي سنة 59 و200 في تاريخه، وهو يروي عن سعيد المقبري وكعب بن سميع نافع وعبد الله بن دينار، وقال البخاري: من المعروفين نزل عليه الناس رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن داود بن سليمان. قال خطيبه في تاريخ قادم مصر، وحدث عن محمد بن جرير الطبري، وتوفي يوم الخميس من جمادى الاخره سنه 36 و300 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن رجاء بن السندي ابو عبد الله النيسابوري والد محمد بن محمد بن رجاء، حدث عن النضر بن شبين ومكي بن ابراهيم رحمهم الله تعالى. ثم قال محمد بن ابي رجاء الخراساني من اصحاب ابي يوسف ولي القضاء بغداد. ثم قال محمد بن سلام ابو عبد الله البكندي مولى سليم بخار مولى سليم بخاري. قال البخاري في تاريخ مات يوم الجمعة ل70 مضينا من صفر سنة 25 و200. قال البخاري: سمعنا سلام بن سليم ومحمد بن سلامة وابن عيينة يقول أضعف عباد الله، ويروي عن محمد بن حسن الشيباني كثيرا، أنه يروي عنه محمد بن رضوان في هذه المسانيد. ثم قال محمد بن سعيد بن حميم أبو بكر حافظ البخاري. قال الحافظ أبو عبد الله بن نجار:
ابن نجار البغدادي في تاريخه ذكره حمزه بن يوسف السامي، في تاريخه لجرجان ثم روى عنه حديثا ذكر انه حدث به بغداد، ثم قال محمد بن سماعه بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشير ابو عبد الله التيمي، قال قطيب في تاريخه ولي قضاء ببغداد، وحدث عن ابي يوسف القاضي محمد بن ومحمد بن الحسن الشيباني والمسيب بن شريك ومعلب بن قائد الرازي، روى عنه جماعه قال ابو عبد الله الصيمري، ومن اصحاب ابي يوسف ومحمد رحمهم الله جميعا محمد بن سماعه، ومن الحفاظ الثقات كتب النوادر او كتب النوادر، روى عن ابي يوسف ومحمد رضي الله عنهما جميعا، وروى الكتب والامالي ولي قضاء بغداد المامون، فلم يزل قاضيا حتى ضعف بصره الى ايام المعتصمي فاستعفى. قال يا ابن معين لو صدق اصحاب الحديث في الحديث كما يصدق ابن سماعه القاضي في الراي لكانوا على نهايه. قال طلحه بن محمد توفي محمد بن سماعه في سنه 33 و200، ولو 100 سنه وثلاث سنين كان مولده سنه 33 و100 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن شجاع الثلجي ابو عبد الله، قال القطيب في تاريخه هو فقيه اهل العراق في وقته، وهو من اصحاب الحسن بن زياد الاولي صاحب ابي حنيفه، وحدث عن ابن ادم واسماعيل بن علية وكيع وابي اسامه وعبيد الله بن موسى ومحمد بن عمر الواقدي، وروى عنه يعقوب بن شيبه وابن ابنه محمد بن احمد بن يعقوب. قال القطيب حدثنا ابراهيم المقدني قال حدثنا احمد بن كامل القاضي قال حدثنا ابو الحسن علي بن صالح بن احمد بن حسن بن صالح البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الله ابو عبد الله صحيح محمد بن شجاع الثلجي قال سمعت ابا عبد الله محمد بن شجاع يقول ولدت في شهر رمضان سنه 81 و100، وتوفي وهو في صلاه العصر ساجدا لاربع ليال خلونا من ذي الحجه سنه 66 و200، ودفن في بيته في بيت من داره ملاصقا للمسجد. ثم قال محمد بن شوكر ابن رافع بن جداد ابو جعفر الطوسي الاصلي، قال خطيب في تاريخ سمع اسماعيل بن جعفر وعقبه بن ابراهيم بن سعد ابن سعد وابا اسامه حماد بن اسامه والقاسم بن الحكم العراني، قال الخطيب محمد بن شوكر بغدادي. الصوت واضح شيخنا احسن الله عليكم؟ جيد. احسن الله عليكم. ثم قال محمد بن صدق تبري محمد بن مسوق قال الحافظ ابن النجار رحمه الله في تاريخه سمع ببغداد سنه 89 و400 من ابي الحسين بن مبارك بن عبد الجبار الصغرفي، وحدث بها بكتاب احكام السماع وشروطه. قال نعم. شيخ محمد وروى النكت والأمال وليس الكتب والأمال. عندي الكتب هاي. طيب نعيدها ابشر. الصوت واضح شيخنا؟ قطع الصوت بس. نعيد الاتصال. السلام عليكم شيخنا. الصوت واضح يا شيخ؟ طيب الله يحفظكم. قال محمد بن صبغة بن محمد بن سوق قال الحافظ بن نجار رحمه الله في تاريخه سمع ببغداد سنه 89 و400 من ابي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصدفي، وحدث بها بكتاب احكام السماع وشروطه، احكام السماع وشروطه لابي القاسم القشيري، وحدث بالاسكندريه ايضا رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن صالح بن علي بن يحيى بن عبد الله القاضي ابو الحسن المعروف بابن ام شيبان،
قال الخطيب: هو من اولاد العباس الهاشمي ولد بالكوفه ونشبها وسكن بغداد وولي القضاء بها. قال الخطيب: ولا اعلم قاضيا من بني هاشم بغداد غيره. ثم ذكر اخباره، ثم قال: مات القاضي ابو الحسن بن ام شيبان وهو لقب ام جدي، وهو من اولاد طلحه بن عبيد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات سنه 69 و300 ومولده سنه 93 و200. ثم قال محمد بن عمر السدوسي: قال الخطيب في تاريخ حدث عن ابيه ومحمد بن شامي، روى عن معاويه بن زكريا الجريري. ثم قال محمد بن عمر بن واقد ابو عبد الله الواقدي: قال الخطيب في تاريخ سمع مالك بن انس وابن ابي ديب وعمر بن راشد ومحمد بن عبد الله بن اخي زوري وابن جريري واسامه بن زيد وسفيان الثوري، وروى عنه كاتبه محمد بن سعد ومحمد بن اسحاق الصغاني وجماعه. قال: قدم الواقدي بغداد وولي قضاء الجانب الشرقي، وسار تركمان بكتبه في فنون العلوم من المغازي والسير والطبقات. مات ببغداد سنه 70 و200 ودفن بمقابر الخيزراني وابن 78 سنه. يقول ضعف عبد الله ويروي عن محمد بن حسن الشيباني في هذه المسانيد. ثم قال محمد بن عبد الرحمن بن جعفر بن خشنان: قال الخطيب في تاريخه وابو الحسن البيع سمع محمد بن عبد الله بن غيلان ومحمد بن حمدويه المروزي طيب وجماعه، توفي سنة 92 و300 رحمه الله تعالى. ثم قال محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن صالح بن أبو بكر البهاري الفقيه المالكي. قال الخطيب في تاريخ سكن بغداد وحدث به عن أبي عروبة الحراني ومحمد بن محمد الباغندي ومحمد بن حسين الجشناني، وله تصانيف في شرح مذهب مالك الردي على من خالفه، وكان إمام أصحاب مالك في وقته. قال الخطيب: قال احمد بن محمد العتيقي وعبد العزيز بن علي: مات ابو بكر الابهري سنه 65 و300 ومولده سنه 89 و200، واليه انتهت رياسه اصحاب مالك. احسن الله اليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قرأنا يا أخو بارك الله فيكم من ترجمة محمد بن عبد الباقي من أصحاب المسانيد إلى ترجمة أبي بكر الأبهري، محمد بن عبد الله بن محمد أبي بكر الأبهري. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، عطر الله أنفاسكم وجزاكم الله خيرا، ونلتقيكم بإذن الله عز وجل بعد غد يوم السبت. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بالله شيخ محمد، كم رقم المجلس هذا؟ 64 شيخنا. ماشي حبيبي، في أمان الله. السلام عليكم.